حمد، انتوا الحين على اساس انكم اختصرتوا الوقت والزمان والمكان، الاول اوراق مكوده صح، ردينا افتكينا من الاوراق، جتنا التطبيقات صحيح. مليون تطبيق وتطبيق صحيح. شو الحل؟ شو الجديد اللي سويتوه؟ احنا طال عمرك في البيت ذكي، شو اللي سوينا؟ نعم، جمعنا هالتطبيقات كلها وشفنا شو الخدمات اللي توفرها للناس. نعم، طلعنا بتطبيق واحد اسمه تطبيق دبي الان. نعم، في اكثر عن 60 خدمه تخلصها. نعم، شو من الخدمات اليوم عندنا؟ تبغى تدفع فواتير الكهرباء، الماء، الانترنت، التليفون، كلها برمس لمسة زر واحدة تخلص الفواتير. اليوم مثلا عندي صغاري يبون يصيرون مدارس، عندي واحد في الروضة واحد في الاعدادي، اي مدرسة ودي، اي منهج اختار له، احط الاشياء اللي احتاجها مع ربط من الجهات الحكومية الثانية، يقول لي هاي لستة المدارس اللي انت تبغاها. نعم، واقدر اقدم فيها واخلص اموري في مكان واحد، تطبيق واحد، بدون اي انزعاج. او حمد، دفع الكل وراشد، وكيف انزل هالتطبيق؟ زين، دفع الكل اليوم انا عندي الفواتير. نعم، ادش على دفع الكل اقول له اوتوماتيكلي اوتوماتيكيا ارتفع لي اياه يعني بدون ما تشاور. نعم، لان نعرف عندي مخالفات سالك. نعم، سالك بشكل دوري. نعم، عندي هذا على طول ادفع، لا تترياني اني انا ادفع لك. اما راشد اللي هو تطبيق اللي هو عن طريق الذكاء الاصطناعي، اليوم اذا انا ابغى افتح في دبي بزنس. نعم، ما اعرف اتكلم منه، ادش على راشد اقول له سمعت. يعني راشد مثل مستشار. مثل مستشار. انزين، مستشار المدينه. انزين، مستشار مدينه وبلاش. بلاش. انزين، يدش عندي، يدش عند راشد يقول لي انا ابغى افتح بزنس في مجال. حد بيرد علي؟ لا ابدا، انا اقدر اسجل له الصوت. اها، واقدر اكتب له وهو بيرد علي في نفس الوقت. نفس الوقت لحظيا. انزين، اقول له يا راشد انا ابغى افتح بزنس. ليش سميته راشد قبل ما تخبرني؟ زين، شو كان اسمه قبل؟ عندي قبل كان اسمه سعد. زين، بس بالانجليزي اسمه ساد معناته زعلان. ايه، الشيخ حمدان الله يطول بعمره قال غيروا الاسم، بس سميناه راشد على اسم المرحوم الشيخ راشد الله يرحمه، في ذكرى وفاته غيرنا الاسم الى اسم راشد. فراشد تساله تقول له انا ابغى افتح بزنس في مجال التكنولوجيا هاي، فيقول لي اول شيء انت شريكك مواطن ولا غير مواطن؟ مثلا قلت له غير مواطن، يقول لي شو جنسيته؟ اقول له مثلا امريكي، يقول لي هل عنده فيزا؟ هل عنده هالاشياء؟ اجاوبه وهو يسالني وانا اجاوبه، اللي ما اخر شيء يقول لي كل الاجراءات اللي تبغاها يلخص لي اياها في مكان واحد، ويقول لي سير الجهات الفلانيه 1 2 3 وابدا البزنس بتكون تكلفه. جميع اللغات ولا لغه معينه؟ الحين عندنا العربيه والانجليزي. زين، نعم، ويقدر يكتب ويقدر حتى يسجل صوت اذا مثلا الواحد ويجي الرد في نفس الان نفس اللحظه. شيء جميل. نعم، شو بعد عندكم؟ وعندنا طال عمرك اللي يبغى ينزل تطبيق دبي الان يقدر ينزله في الابل ستور، وكذلك الاي او اس التطبيقات اللي موجوده تدعمها الاندرويد. هذا هو التطبيق في تطبيق دبي الان. نعم، مره من يكتب تطبيق دبي الان او دبي ناو بالانجليزي. نعم، تطلع لها الشاشه وتسوي داونلود من ابل ستور. من ابل ستور. نعم، والحلو فيه انك انت تحط بياناتك، ومن تحط بياناتك يتعرف عليك ان انت عندك السياره الفلانيه وليس مالك هالرقم، ما يحتاج تصير تكتبها. كل معلوماتك موجوده تسوي تنربط. كيف؟ عندنا لان الهويه الرقميه فيها البيانات، وعندنا نحن في دبي اي دي اللي هي هويه دبي الرقميه. نعم، واليوم عندنا الهويه الاماراتيه الرقميه. نعم، فمن تحط هالبيانات الرقم مالك في التطبيق يعرف الكلم، لان المعلومات موجوده عندنا. ليش انا اخليك تكتب مره ثانيه؟ ويجيب ويجيب وكيف بالضبط انت تقول وين الليسن وين الاوراق؟ كل شيء كله موجود، ما يحتاج كثره الاسئله. بالضبط، وهذا هني اللي نتكلم فيها عن اسعاد المتعاملين واسعاد الناس. الله ما زيد ويا عراس، واقول له تعال واخلص لك امورك بكل سلاسه وبساطه. جزاكم الله خير. مشكورين على حسن الاستقبال وحسن الضيافه. يا مرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا.